بونجور واهلا بونجور واهلا وسهلا. وسهلا. بونجورين صباح. اوكي، اوكي نحن نحن لايف، لا خليني خليني اعمل اعمل لايف لايك واتاكد انه واتاكد بين انه بين هون. هوني. اوكي، اوكي نحن نحن صرنا لايف صرنا وهلا لايف عم برجع انا وهلا انا المساجات اللي عم المساجات اللي بدي. عم بدي. اهلا وسهلا اهلا على وسهلا على حلقتنا حلقتنا الرابعة الرابعة مع مع حنان كامل. حنان رح حنان ترجع رح ترجع اليوم نذكركم باللي نذكركم بذكرنا ذاكرنا قديمه. بس دقيقة بس حنان، دقيقة انت حنان فاتحة انت فاتحة فيسبوك؟ فيسبوك وين؟ بدك قدام تسجل الفيسبوك مفتوح؟ ايه مفتوح بليز. ايه بليز يا لأن عم بيعمل انا عم رتور بيعمل الصوت. ردور ايه لانه جربت خلص صباح سكرت اوكي، ثانك يو. اوكي ثانك يو اوكي، اوكي خلينا نتأكد هون انه كل شيء انه كل ماشي. شيء ماشي اوكي، اهلا اوكي وسهلا اهلا وسهلا لحلقتنا لحلقتنا الرابعة مع الرابعة مع حنان حنان كامل. كامل. نحن نحن اليوم اليوم حنان رح تقول حنان لكم رح عن قلت لكم عن كيف، بس رح بس رح نرجع نرجع نذكركم نذكركم بالمواضيع بالمواضيع المهمة المهمة يلي يلي بنحكيها كل بنحكيها مرة. كل مرة. أهم أهم شيء شيء يكون في يكون عندكم في رقم عندكم الصليب رقم الأحمر، الأحمر، رقم الدفاع رقم الدفاع المدني، المدني، رقم رقم الشرطة، الشرطة، ورقم ورقم الابيوز سنتر، يعني السنتر يعني التعنيف التعنيف الحكم بالاوضاع الحكم اللي نحن فيها بالكوفيد 19، لانه عم بيصير في كثير مشاكل حول العالم، عم مش بس عنا بلبنان، عم بتبين عن الناس تحت الضغط، عم بيصير مشاكل بينهم مشان تيساعدوكم شو تعملوا. بالنسبه للبنان، الصليب الاحمر 140، دفاع المدني دفاع المدني 150، 112 درجة، 112 درجة، و1745 و1745 هو رقم هو رقم مركز مركز التعنيف. تعني. بدي بليز بدي بليز ذكركم انه لو انه خلصت لو خلصت الكورونا ان شاء الكورونا الله ببلدكم، خليكم عم خليكم تلبسوا عم تلبسوا ماسكات ماسكات وعم وعم تلتزموا تلتزموا بالسوشيال بالسوشيال ديستانسينج، ديستانسينج بالمسافة بينكم بالمسافة وبين بينكم العالم. وبين العالم. هيدي شغلة كتير هذه شغلة مهمة كتير مهمة لحتى نحافظ لحتى على نحافظ على صحتنا. وهلا تمام، وهلا اخرها تمام نحن من اخرها المطعم كلها عندك. كلها عندها ذكرنا ذكرنا تذكر تذكر لها، شو عملنا تعمل باول لنا حلقه بأول ثاني حلقة حلقه ثالث حلقة حلقه ثاني حلقة وانشرحنا كلها. حنان سليم اهلا حنان وسهلا. اهلا وسهلا ميرسي اهلا فيك. الاربع حلقات هن كل اللي رح نعمله رح يكون متسلسل بقى. أول شيء تعلمنا إنه نتصرف صح، يعني ما نخطئ بأعمالنا، واللي ما بنعرف نعمله ما نعمله. بعدين نقلنا تعلمنا الجروح حروق، ومذكر إنه لازم دايما نرجع نعمل تشيك أب على الكالندريي دو فاكسيناسيون للأولاد للكبار للأشخاص اللي كتير بيشتغلوا بأشغال بإيديهم بيتعرضوا للجروحات. تعلمنا عن الهيكل العظمي الجهاز المحرك وهي وشو الإصابات اللي بيتعرض لها. حكينا بس بالكسور الخارجية يلي الكسور يلي لازم نكتشفها اكتشاف، يعني ما حنقشع العظمة مكسورة، رح من خلال علامات نعرف إذا مكسورة أو لا، يلي هن أربع علامات. بقى بذكر بالأربع علامات: أول علامة هي الوجع، ثاني علامة هي عدم القدرة على الحركة، الثالثة هي الورم، والرابعة هو بعض الأحيان بصير في تشويه، يعني بصير شكل الإيد أو شكل الإجر أو شكل القفص الصدري بيتغير الشكل، حتى بطول الإجرين قلنا بكسر الحوض محتمل طول الإجرين بتصير إجر أطول من إجر وشوي ظاهرة لبرا، دغري بنعرف إنه في كسر بالحوض أو بالورك لما الإجر وحدة بتقصر وحدة بتطول وبتروح شوي على جنب. فإذا هيدي كانت الكسور اللي مش ظاهرة.
اليوم رح اقول شو تعملوا اذا العظمه برا، يعني صار كسر وشفتوا العظمه طلعت خزقت الجلد وطلعت لبرا. فاذا بهيدا الكسر هو من الكسور الخطيره، لانه صار في خطر دخول الجراثيم على الكسر. من هالكسر المفتوح اول شيء بنخاف عليه هو دخول الجراثيم. ثاني شغله بنخاف منها هي الجلطات، لانه اللي بتعرفوا انه بقلب العظمه في النخاع يلي هو بفبركس الكريات الحمراء، يلي ممكن تسبب لنا بتجلط بالدم اذا انخزق شريان وظهرت العظمه لبرا. فاذا هون دورنا كثير محدود وما عندنا وقت كثير. اول شغله لازم نعملها هو تغطيه بخرقه نظيفه، تغطيه العظمه المكسوره، ضغط. ما حدا يجرب يرد العظمه لمحلها، لا المكسورة إذا مش طالعة لبرا، ولا حتى إذا شفتوا عظمة برا تشدوا عليها لأنه لازم ترجع لمحلها. بذكر إنه حيالله شغلة بتعملوها من هالنوع كونوا أكيدين رح تسببوا أو بنزيف أو ببتر وتر، يعني بتخسقوا الوتر يلي هو مسؤول عن حركة الإيد أو حركة الإجر، وهيك بيصير في عنا شلل. فإذا بحالات يلي هي بالحالات يلي عنا عظمة ظاهرة ضروري انه نغلفها تغليف، يعني ما تشده وتغط، بس نغطيها نشيل تعرض لجراثيم. رح نفرجيكم اليوم، رح تركزوا معي على الجاس. هلأ بترجع لنا حنان، قطع معها هي وعم تبرم التليفون، لانه حنان اليوم جايبه معها شخص تتورجينا افكتفلي عليه كيف شو لازم نعمل بالاشياء. الهام ما فهمت سؤالك، اذا فيك بس تفسري لي شو سؤالك. وكمان رجعت بعتت لي حنان شو لازم يكون في عنا بعلبه الاسعافات الاوليه. كمان رح ارجع ابعت لكم اياه. رح ابعت لكم بعدين شو اللي لازم تحطوه بالاسعافات الاوليه. رح نرجع نحطها ورح نمشي نحن وياكم خطوه خطوه تنتاكد انه كل شيء عندكم اياه يكون واضح. وبليز ما تعتلوا هم تسالوا اسئله، لانه من هيك نحن هون تنجاوب على الاسئله تبعولكم. رجعت حنان معنا. صار عنا اشكال مش بيصير. اوكي، بقى اللي رح نشوفه اليوم، هذيك اليوم انا قلت بالفارماسي لازم يكون موجود هالفولار، الكل شايف هالفولار. فاذا هيدا الفولار رح نستعمله ضماد اذا في عنا عظمه ظاهره. اول شيء نطويه على النص، نرجع نطوي تيسير ضماد، يعني نرجع نطوي مرة تانية على النص. هالشخص اللي عنده عظمة ظاهرة بإيده، هيدي الإيد شايفين إنه في عظمة ظاهرة، المطلوب هيدي الشغلة بس نغطي، ما بدنا نشد، نغطي تغطية، منلف لف، وهيدا المطلوب بس هالقد. برجع بعيد، بدي بس اسال شقفه كاريه ولا لا؟ هيدا المثلث الريكتانج يلي مضروري كل بيت يكون عندهم واحد منهم. هيدا المثلث تريان تريان. فاذا مطوي على النص بصير عندنا اسمه ديماد، لازم على طول يكون محفوظ نظيف مكوي، وبس نعوز اي شيء ظاهر لبرا ما بنجرب ولا نرد العضو ولا شيء، المطلوب بس نغطي. بنحط الفولار، ناخذ الطرفين، ناخذ الطرفين ما بنشد بس بنغطي، بس نغطي، نربط اخر شيء.
وهيك بنكون غطينا العظمة المكسورة والظاهرة، وهي ما بدنا نوقف لنزيف لأنه إذا منشد كتير منعرض العظمة لتعمل تشويه. أوكي. رح عيدها مرة للي بحب يرجع يركز. فإذا نطوي المثلث، نطوي المثلث، بعدين بنحطه على العضو المكسور، ناخذ الأطراف ماشي، هودي الطرفين نربطهم بعيد عن الكسر وين ما بدكم، بس بعيد عن الكسر وبدون شد، هيدا بحيل العظمة ظاهرة. فإذا منغلف تغليف وما منحرك ومننقل بأسرع ما يمكن. أوكي. هلا في ناس بيكون عندهم وضعية غلط، يعني انكسرت إيدهم وانعملت بوضعية، يمكن تكون هيك مش رح جلس له اياها. المطلوب مني هاي الايد اللي موجوده بهالطريقه، في عندي فراغ هون، يعني في ريسك انها تنهز. فاذا انا بجيب هالفولار بعمله هالفراغ الموجود ضروري ينحشب، حيلا شيء عندكم اياه بالبيت، دكايه بحيلا شيء نحشي، بصير الشخص لاقي على الحشوه، وهيك منكمل تاني ايتاب رح فرجيكم اياها. فاذا بس نحط الحشوه هيدي، الحشوه بتعبوله الفراغ اللي هون، بتضل ايده مثل ما هي ما منحركها، منعليله قميصه لهالشخص انا قلت بالفارماسي لازم يكون عندكم هالدبوس، هيدا الدبوس عظيم ما لازم يحرك العظمه المكسوره. اوكي اوكي المريض عندنا قال اخ شكيتي بالدبوس، بنحط الدبوس على شكيتي بالدبوس سسا لا ابدا. فإذا بتصير الإيد لاقية بريحتها، ما منغير لوجهة نظرها أو طريقة اللي تأنه ديكور تبعولها مش عجبنا، منعلي التياب. هاي طريقة. أوكي. تاني طريقة. نحن على طول يلي عم نعمله بعطيكم إنه أهون شيء إنه الشخص يتربص. كيف تساعدوه باللي نحن مش عم نعمل طب. نحن عم نعمل حركة إنقاذ، لا أكثر ولا أقل، حركة منقذة بتخلص إنسان. ثاني مرحلة، كل مرة الأطراف العليا يعني الإيدين بينصابوا، هيدا الفولار كتير هين، الإيد المكسورة بتحطوله إياها، بتحطوها على صدره للشخص الفولار، بتحطوه على صدره. ما بعرف قد ايه عم تقشعي بديعة؟ لا لانه ايه بدنا نعدل الكاميرا دكتور شو بقى السيه ايه وقولي لنا الجو باي حال دكتور. فاذا هيدا الفولار بنلاقيه على صدر المصاب، دائما الزاويه بتكون ميله الكوع، هيدا الفولار بنحطه على صدره وميلة الكوع، هيدا كوعه هون وهيدي الزاوية موجودة هون، هو حاطط ايده على بطنه ما بدنا نعمل له شيء. حطينا طرف على الكتف، اول طرف على الكتف، ثاني طرف بنروح على ثاني كتف. فاذا اول طرف من الفولار أول كتف جاي قرب بالكرسي تتكوني ورا بليز ايه هيك هيدا أول طرف طلعناه حطيناه على الكتف، ثاني طرف على ثاني كتف. اوكي اوكي دكتور نربط له إياها على رقبته. هيدا كل الناس تعب بتشوف هالفولار كل يوم، بس اهم شيء نعرف انه اول وحده عملت الكتف، الثانيه بيبقى هيدا الدنب الراس
هيدا الدنا بالراس بنلفه وبنحط هالدبوس يلي ضروري يكون عنا، وهيك بنكون سكرنا على الايد. وبس نسكر على الايد هيدي الاصابات من هون من هون من هون من هون، كل هالاصابات هي صارت ثابته فيه هالشخص، نضلنا نحكي معه نطمنه نغطيه استا ما يتلافى الحاله الصدميه تا ما يعمل شوك، وزيت الوقت هيدا الانسان مش مضطرين نطلب اسعاف. هيدا الشخص في روح بسياره عاديه. الحمد لله على السلامه. ميرسي. هيدا بالكسور بالاطراف العليا، اكيد بالاجرين اهم شيء ما يحرك اجريه. هيدا بالنسبه للكسر بالاطراف بالايدين. هذه كل مره من بعد الكسور بقى قلنا انه لازم على مستوى في كسرين انا ما حكيت عنهم يلي هو كسر بالوجه، يعني اذا حدا ضرب بوكس كسروا له خده او بوكس اوطى راح الفك تبعوله. بقى بهودي الكسرين اكيد رح نقشع ورح نشوف تورم ورح نشوف بذات الوقت انه هالشخص ممكن عم بيطلع دم من تمه من منخوره، بس عارفين انه اكل ضربه. هيدا الشخص نحن ما لازم ندقره ولا نعمل في شيء ابدا، لا بنرطه من فوق ولا بنرطه من ورا ميله. المطلوب ما يحكي، لانه كل ما حكي حيحرك الفك الاسفل، ما بيحكي. اذا بيقدر يبزق لانه بكون في دم بتمه ضروري يبزقهم وما يبلعهم، وهيدا كل شيء لازم نعمله وننقله باسرع وقت. اكيد مع مراقبه النفس برجع بعيد ثلاث اعضاء حيويه، ننتبه على وعيه يضل واعي معنا، ثاني شغله يكون عم يتنفس، نكون نبضه صحيح، النبض يلي بناخده بالرقبه اقرب منطقه للقلب دكتور، وهيدا بينقل بطريقه عاديه، بس عشرت هالشخص يضل واعي، اذا غاب عن الوعي دغري يرجى طلب الاسعاف. ما بيعود ينقل بسياره عاديه، ساعتها بس يغيب عن الوعي بنحطه برجع بذكر بوضع الامان الجانبي، بننيمه على جنبه، وبس ننيمه على جنبه ونراقبه بكون الاسعاف صار واصل عليه. هيدا بكل انواع الكسور. نحن بس تنذكر كلنا بننيمه ميلة الجرح ولا مش ميلة الجرح؟ قلنا كل شيء كل شيء اصابات سواء بالراس لازم ينام على ميلة الإصابة. اوكي. ميلة المنصابة. هلا رح فرجيهم إذا كسر بالجمجمة، يعني في هون براسه شيء مكسور، بقى شو لازم نعمل؟ كيف بتربطوا؟ هيدا الربطة بهيدا الفولار كثير هين، بعدين بفرجيكم. اوكي. اوكي. هيدا الفولار. لازم نحطه كأنه نحن عم نعمل مناج بالبيت. اوكي اوكي. بنلبس الفولار، هيدا حيلا دم بالراس كثير هين لانه بصير يفكروا كيف بدهم يوقفوا الدم، حيلا جرح حيلا اصابه. بنحط هالفولار كانه عم نعمل مناج، ناخذ الطرفين ولا وبنربطهم من شد ولا شد ولا نعم من شد من شد من شد اكيد. أوكي. من شد لانه نحن هون ما بنعرف نربط من شد. اوكي خلصت هيدي الربطه على مستوى الراس. بقلب الشعر الاولاد بيوقعوا بنجرحوا، تناخذهم على التقطيب ضروري ما بنصير نفكر كثير، بنحط هالفولار. اذا كان الضربه من قدام بنحط القاعده من قدام، واذا وقع راسه لورا وجرح راسه من ورا هيدي بنسميها الباز، القاعدة الباز، فينا نحطها إذا من وراء بنحطها بالعكس، القاعدة من وراء ومنصير مثل اللي عم بيسرحون اليوم. هيك منرجع أكيد منرجع كل شيء منضبطه.
بكون شدنا النوم بنكون عم نعمل ضغط على الجرح، كان جرح او نزيف بالراس. هيدي افضل طريقه لشخص ما عنده تقنيات طبيه، هي اهين طريقه لانه في شعر كثير، شو ما حط الزيق ما راح يلزق. هيدي احسن تقنيه بيقدر يستعملها بالبيت يلي هو هالفولار، لازم يكون كل الناس عندها هالفولار المثلث. اوكي بيبقى بهالجهاز المحرك اليوم عنا شغلتين يلي هن المفاصل. هيدا مفصل على مستوى الايد، هيدا الكوع اللي بيتحرك مفصل، هيدا الكتف اللي بيتحرك مفصل. نفس الشيء عنا الورك، عنا الركبة وعنا الكاحل، هولي مفاصل. المفاصل تتعرض لإصابتين أو بتتعرض للخلع، ومشان هيك نحن منقول للأمات إنه بليز ما تمسكوا ولادكم بإيدهم من هون وتمشوا فيهم، لأنه هيدا المفصل يلي هون بتشيليه، إذا بده يركض بعكسك بتشدي بتشيليه، مشان هيك بدها تمسك المفصل بحد ذاته أو أعلى شوي. هيدي المفاصل نسميها خلع، يعني بزيح العظمتين عن بعض. الكتف كتير ناس بينخلع كتفه، هل يا ترى نحن بنعمل هيدي الناس دغري بنعرف انه انخلعوا لانه بينوجعوا كتير وما بيعودوا يحركوا. فاذا مثلهم مثل الكسر، ما لازم نحرك، لازم نطمن وناخد لاقرب قطاع. بيبقى تاني إصابة يلي هو الفكش على مستوى المفاصل. فكش يعني شخص عمل ضغط على إيده، وقع استلقى، بنقول استلقى بإيده، يعني هيدا بس تعرض لضغط، وهالأوتار اللي بتلقط المفاصل بتكون تعرضت لإتيرمان لمغط. بقى أنا شو لازم أعمل؟ لازم حط أول شيء إذا في صيغة لازم نشيلها بالإيد، تاني شغلة منحط قطن على المطرح الموجوع، قطن، بعدين منجيب الضماد. هيدا الضماد هلأ نحن عنا ياهن هولي سبيشل، يعني فيه قطن وضماد بزيت الوقت، تربية شوي فإذا هيدا الضماد يلي فيه قطن من هون رح نحطه على المفصل، رح نجيب سبيرتو مبرد، بكل بيت في سبيرتو مبرد، هي أسرع شيء عنا إياه، منعبي هالمنطقة بسبيرتو، منعمل لفتين دائرتين على المفصل، دائرتين بس، ما فينا نكمل دواير، يعني ندلنا نبرم بمقاردنا لأنه هيدي بتصير خنق للمفصل وبتصير خنق للمجاري الدموية. مشان هيك بنعمل لفتين وبننزل على أول الصبيع، ننزل بالضماد على أول الصبيع، نرجع نطلع على المفصل، ننزل على أول الصبيع وبنرجع نطلع على المفصل، ننزل على أول الصبيع وبنرجع نطلع على المفصل، وبنختم بلفتين وبنلزي أو بنحط الدبوس اللي عنا إياه، وهيدا بصير عنا ضماد لوقت اللي بيكون فيه فكش. هيدا الضماد بالليل ممنوع يبقى، لازم نفكه بالليل. خلال النهار منجيب السبيرتو المبرد، يعني مخلوط ماي ومحطوط بالبراد. هيدا سؤال، مبرد يعني أول شيء إذا كان على 70 أو 90 منزيده ماي، نحط أنكار ماي، ربع الكمية ماي، بعدين منبرده بالبراد، منحط القنينة بالبراد، وكل ساعتين كل ما نشف الضماد فيه من برا بدون ما يفكه يعبي. هيدا بخفف، بيعمل شيء اسمه فازو كونستريكسيون فازو ديلاتاسيون، يعني اول ما نحط المسقع رح الشرايين واللي جمانات يشدوا،
بعد شوي بيسخن، بيرجع بيعملوا فازو ديلاتاسيون، يعني بيرخوا بشد. هالعملية الشد والارتخاء هي بتخلي الدورة الدموية تسرع أكثر والشفاء الأسرع أكثر، وهيك بنكون خففنا الحركة. ما مش مثل الكسر ومثل الخلع ثبتنا، هون في حرك بس بصعوبة، بينما بالكسر وبالخلع ممنوع التحريك، ممنوع. هلأ هون الشخص إذا كان عنده مشاكل صحية كبيرة، يعني شخص عنده سكري، عنده بالقلب، عنده بيخضع لعلاجات، ضروري يستشير طبيبه، لأنه في وجع شو بده ياخد مهدئ للوجع. وإذا بحب يعمل صورة بيكون منه. فإذا هيدي الدماغ وي بالنسبه للمبرد، لان اول ما نحكي فيه نحن بدنا يكون طول عادي وعاملين بالبراد. لا مش ضروري ابدا. هي الالكول العادي فيك تحطي له شوي، تحطي له عليه الماء مسقعة. اوكي تربيا كثير هينه. هيدا بالنسبه للكسر خلع وفكش. هيدي الإصابات اللي بيتعرض لها الجهاز المحرك بالنسبة لليوم. فإذا ديماد شفنا أنه لازم نبلش، برجع بذكر منبلش في لفتين، سواء بالإجر سواء بالإيد، نفس الشيء ما بيتغير الطريقة، لفتين بعدين أو مننزل على الإجر أو مننزل على الإيد ومنرجع منطلع، مننزل ومنطلع ومنختم بلفتين. هيدا الديماد يلي فينا نستعمله بحالات الفكش، ومنحط بالقطن مش فينا قطن مش هلا القطن لانه بيشرب الليكيد اكثر، السوائل اكثر، بس فينا نستعمل. هلا اللي ما عنده قطن وحط شاشه بس يعرف انه بده يدل كل ساعتين يعبيها تيدل تيخف الوجع، هيدي كعلاج اولي. اوكي اوكي. وبعدين بيستشير طبيبه ليقول له شو بده ياخذ دواء للالتهاب او للورم. اوكي نحن اليوم طرق نلاقي شغل هدول. ما سمعت بتيعة شو راح نلاقي شغل هدول، لانه انا اوكي. هيدا بالنسبه للجهاز المحرك، انا بكون ختمته بهالهن، ما بقى في شيء على مستوى المفاصل والعظام. اوكي اوكي. في حال سياره عظيم، اكسيدان سياره اوكي، وعندنا ناس انجرحوا بالسياره عظيم اكيد. هلا انا شو لازم نعمل؟ عظيم. انا هون لانه انطرح علي السؤال انه في حوادث كتير وشو عم نعمل، نحن شو لازم نعمل. اول شيء بحب اقول لهم انه اول شيء بدنا نخفف حوادث السير، لانه نحن بشهر ايار عندنا 29 قتيل، عندنا 300 جريح، وعندنا 231 حادث سير. هيدا بشهر ايار رغم التعبئه، يعني بالليل عم بيكون السير خفيف. شوفوا قديش عنا نسبة، يعني الموتى أكثر من عدد كورونا يلي ماتوا بكورونا. بليز أول شيء الأكسيدانات اللي عم بتصير عم بتكون كتير بشعة، مظبوط، على أثر السرعة يلي عم بتصير، يعني مش إنهم بيشوطوا ببعضهم بس، عم بيشوطوا ببعضهم وعم بتطير السيارات وعم بيصير مشاكل كتير. عن جد أنا كل يوم عم بتسأل انه هل عم بيسوق، هل يعني هو انسان طبيعي؟ لانه لما بيكون ب 231 اكسيدان، في عندنا 29 قتيل، منا مزحه، وفي عندنا 300 وعندنا 300 جريح. لما بنقول جريح يعني هالجريح في يكون عنده اصابات دائمه وفي يكون ما عنده اصابات. بقى بليز اول شيء لازم نخففهم، يعني معلش اذا كنا حاسمين بامر السواقه مع اولادنا او بعيالنا، او الحسم هو اللي بيعلم الانسان يعيش، اذا ما بيعرف يحسم ما بيعيش. مظبوط. ثاني شغله
الحادث عم بيصير مثل ما انكم شايفين، انه رغم التوعية، مش انا عم بحكي بس، اليازا بيحكي، الدفاع المدني بيحكي، الصليب الاحمر بيحكي، وبرضو الحوادث عم بتصير. لما بيصير في حادث، اول شغلة لازم نعملها نقرب على السيارة، نشوف اذا السيارة بموقع في عليها خطر ايه او لا. يعني هالسيارة في خطر انها تولع، في شيء دخان عم يطلع او لا. اكيد في تقنيات لازم نفتش، انه بالقانون بيقول انه لازم يكون معنا اطفائيات. تاني تقنية هو اذا نشوفها اذا كانت بحالة انزلاق، يعني رح تنزل بالوادي، يعني علقانة على طرف شيء او شيء ورح تزق بعد. هيدي التبليغ ضروري وبسرعة ليجي، وبهالحالة اسرع شيء لازم نحكيه مش الصليب الاحمر، لانه بحالات الانزلاق والسيارات اللي عالقه هو شغله الدفاع المدني، لانه هو عنده المعدات القص ومعدات السحب. الصليب الاحمر مش مؤهل لهالمهمات، هيدي مهمات الدفاع، خاصه بالدفاع المدني، يعني قص البواب، فتح السيارات، سحبه، هيدي اختصاص للدفاع المدني. فإذا لازم نتذكر رقمهم يلي هو 125. فإذا وإذا عنا حدا علقان بسيارة عادية واقفة على الطريق، بس علقان بقلب السيارة، غايب عن الوعي، مكسر، مش عم يحكي، بليز ما تدقروه، ما حدا يجرب يسحبه، اطلبوا الإسعاف. أول شغلة بنعملها بحياتنا هو نطلب الإسعاف. الإسعاف خليه هو يسحبه. برجع بقول كل هالضربة يلي هو كود لابا، يعني هالضربة اللي بتكون تجي تز بس هز، هالهزة هاي فيها تطق الرقبة، مزبوط. يعني هالشخص واقف بس مطقوقة رقبته، بس بعده منه مغيرة وضعية العمود الفقري. مش مطلوب منا نحنا إذا كان بهالشكل بدي جلسه، مش شغلتنا، اتركوا التقنيين يعملوها، اتصلوا فيهم. بحوادث السير في أولوية، الأولوية إذا السيارة عم تنزل أكيد ومش قادرين توقفوها بتسحبوا المصاب بالطريقة اللي بتكون هي. إذا السيارة ولعت وما عندكم حدا قريب عليكم وفيكم تسحبوا منها أكيد اسحبوا. بقية الحالات إذا ما في خطورة وفيه ينطر بقلب السيارة، نحن المطلوب منا كناس عاديين نبلغ، وبأي منطقة، لأنه بس نبلغ ضروري نقول خط الروعة أو خط الرجعة، مش نقول على أوتوستراد جبال وبيزعلوا إذا سألناه هون على أوتوستراد الروحة أو الرجعة. لك يا خيي، ما إذا الأمبولانس ده تعرف حالك كيف ده تمشي، يعني إذا على خط الروحة بتسلك بطريق وإذا على خط الرجعة بتسلك بطريق تاني. فإذا تحديد الموقع بالكامل تيوصلوا بسرعة علينا، سواء الدفاع المدني، سواء الصليب الأحمر، سواء حيلا مركز إنقاذ قريب علينا. فإذا منحدد الإصابة، منحدد الوجهة، ومنقرب على المصاب، ومنتأكد من الثلاث علامات يلي هن علامات حيوية. هالإنسان عم يتنفس إيه أو لا؟ إذا طابب على السيارة بهالشكل أكيد ما رح تقدروا تحددوا إذا كان عم يتنفس إيه أو لا. مشان هيك رح قلكم كيف بتمسكوا. في إيد بتمسك الجبين بهالشكل، إي تلقط الجبين، أو إي هيك. ما عم نشوف، ما عم نشوف، إيه دكتور. تاني إيد، تاني إيد بتمسك الفك الأسفل، العظام، مش زلعيمه وتخنقه على العظمة، أوكي؟ منشد الرأس ومنجلسه، بس هالشكل. رح أرجع عيدها مرة تانية. بس برمي التليفون، يلا نحط هيدا الشخص طابب على السيارة. عنا احتمال من ميلة الإزاز، إذا ما بيفتح باب السيارة من ميلة الإزاز منحط ايد عجبين، ايد الثانيه منهدي الفك الاسفل ومنعلي له راسه تيسند لورا. عظيم. او فينا نمسكه على الميلتين
نسحبه تراكسيون. اوكي هاي جلسوا ونرجع نتأكد من النفس. لما نصار على الأكويتات ولاقي راسه بنحط خدنا حد وجهه لنشوف إذا عم يتنفس. إذا عم يتنفس كثير منيح. بنحط إيدنا على رقبته ونشوف النبض. برافو. نبضه منيح. معناتها هي فينا نذكرهم هيدا دايني هيدا الفك الأسفل. هون عندكم زاوية بالفك بتحسوا في زاوية نزلوا فيها دغري بتحسوا النبض. ومنذكركم هيدا انتو هيدا ذكر. فإذا منعلي الراس نتأكد من العلامات الحيوية. بس نتأكد من العلامات الحيوية إذا غايب عن الوعي منخلي بالوضعية ومندلنا مهديين الراس لما يرجع يطب لقدام ويصير في ضيق نفس أو يختنق. إذا واعي مندلنا نحكي معه ليصال الإسعاف لأنه هالشخص في يكون خيفان في يكون موجوع في يكون عتلان هام. ضروري ضروري كتير إنه نحكي معه نطمنه. أنا هون بدي ألفت النظر للتطمين. في كتير ناس نوصل عليهم بنلاقي الناس عم تقولهم يا حو جاي الصليب الأحمر خلص ما تخاف. بدهم يعرفوا إنه جاي الصليب الأحمر رح ينقله ورح يعمل العمل الإسعافي اللي لازم يعمله. بس بليز أوقات الإصابة بتكون خارج نطاق الإسعاف بقى ما بيكون عنده أمل كتير. إحنا ما لازم نزرع كتير أمل. لازم نزرع الأمل أكيد والتطمين بس ضمن حدود. يعني مش تكون السيارة بوزة ملزق بصدره وإجري فايتين بقلب الموتور وتقولوا له يلا جاي الصليب الأحمر. بسيطة شو بسيطة؟ ما رح يطلع بلا إجرين إنه منه بسيطة. هاي البسيطة مش موجودة. بدنا نقول له إنه نحن باقيين حدك. أعطينا رقم تليفونك رقم أهلك فئة دمك. هاي الكلمات اللي بتخليه شغل عقله وبدون ما نفتح له باب التساؤلات عن الحالة. لأنه التطمين مش شغلتنا هي شغلة القطاع الطبي. هو بيعطي نتائج الحادث إذا كان هالحادث مروع ولا مش مروع. هاي دي منتركها للقطاع الطبي مش لقينا. فإذا بنمحط نظر انه لما بيصير بنات اول شيء كل العالم بتوقف يمين وشمال بتوقف السير بيوقفوا على ما بيفكروا كثير مهمه انه بدكم تعملوا قائمه حالكم انتوا اللي عم تنزلوا وبتطمئوا وبتشوفوا السير من هم لانه اثنين أكيد. لأنه هيدا الشيء حكيناه بأول حلقة قلنا أول شيء حماية النفس. مشان هيك إذا أنا قلت إذا السيارة عم تحترق دغري دفاع مدني، إذا عم تنزلي دغري الدفاع المدني، لأن إحنا ما فينا نجر سيارة. يعني حماية النفس إذا في دم لازم نلبس كفوف. لما بدنا نقطع طريق ما بنشتغل بنص الطريق بدون ما نقطعه، ولازم يكون القطع بعيد عنا 10 متورة من قدام وعشرة من وراء. وقت اللي بده يدعس فرام ما يعمل الفرام علينا نحن وعم نشتغل يعني بقتلنا. هيدا السيفتي كل يوم بدنا نشتغل بدنا نفكر بالحماية. هيدي ما في بحث فيها. فإذا بس نوصل على الحادث نتأكد من السيارة وحماية السيارة بعدين من المصاب والثلاث علامات يلي هن حيوية نتأكد منهم وبعدين حسب الأولوية. الشغل بيصير حسب الأولوية. الأولوية هن اختناق نزيف غيب عن الوعي. هو أهم ثلاث حالات أكيد نحن أنا وياكي بعد ما حكينا فيهم. اختناق نزيف وغياب عن الوعي وفقدان الوعي. هو دي الأولوية. حكينا عن فقدان الوعي أنه بينحط بالأس أو الوضع الأمان الجانبي. يبقى النزيف والاختناق أكيد للمرة الجاية. هو دي الثلاث
ثلاثة اللي بينقلوا بسرعة قبل غيرهم. هون بدي أوضح الصورة، في ناس بيقولوا إنه إيه إجوا نقلوه ما إنه ميت، وكيخي أنت قررت إنه ميت؟ نحن ما عندنا شيء اسمه ميت، نحن بننقل كل المصابين وبالأولوية الأخطر بيروح والأخف خطورة بيكون بالدفعة الثانية. سيارة الإسعاف بتساع شخص أو شخصين. بقى إذا عنا بالأكسيدان أربع جرحى معناتها في سيارتين بدهم يمشوا، اللي بيمشي بالأول هو الأخطر، هاي منسميها الأولوية بالإسعاف. ما فيه يروح شخص مكسورة إيده بس وشخص عم ينزف من قله انطور أنت مش بسمنة وعسل، لا بالإسعاف ما عنا إياها، عنا أولوية إسعافية طبية. هيدا اللي كنت أنا ديجا محضرته بدي أقوله بالنسبة للإصابات بالسيارات الأولوية. حتى بغرفة العمليات لما بدقوا نفس الشيء، في أولويات دق كل نهار ماشي غرفة العمليات بس بتلبي الأولوية. ومثل ما قلت إنه إذا عم بدقوا لأنه في حريق السلب الأحمر ما بيروح، لازم تدقوا على الدفاع المدني. إذا في شخص علقان ببير بده يروح الدفاع المدني، إذا بالشتوية بالتلج بده يطلع الإنقاذ الجبلي، مش حيلا حدا بيروح حيلا محل. كل عملية لها أشخاص مميزين بيعرفوا يشتغلوا بطريقة صحيحة وسليمة لإلها. هيدا بالنسبة ل انه كثير ضروري لما يكون الدفاع بالاحمر يعملوا اسسمنت ممكن كمان، بس انه بيقولوا انه في حاجه سياره ما فينا اكيد يا بسيعة. هيدا ما عم معين. أوكي. ما سمعتك كتير، بس أنا بدي أقول إنه نحن بأول حلقة حكينا كتير عن إنه نحط براسنا في حالة وضروري نعرف شو هي الحالة، وهيدا اللي مهم. وأنا قلت الصريخ ما بيودي لوين مطرح، والبكي ما بيودي لمطرح. أوقات بدي جوزي عامل كريزة قلب باب سكرنا الخط، طب كيف بدنا نوصل لك؟ شو بدك تعملي؟ بليز انطرونا، اسمعونا، انطروا. كل الناس بدها تتعرض في يوم من الايام للاصابات، كل الناس، ما حدا ما حيجي اصابه في يوم من الايام، فيها تكون اصابه مباشره انا قلت او مرضيه، سلامام شوز هو زيته، بس نحن ضروري نكون عم نتصرف بطريقه صحيحه، وهو هيدا بسموه ادابتاسيون دو في، يعني بدك تتعلم أنا أتصرف بطريقة صحيحة وبهدوء، لأنه إذا بصرخ لا الناس بترد علي ولا بعرف شو بدي أعمل، كون لا استفدت ولا فدت حدا. هيدا اللي حكيناه بأول حلقة. فإذا التبليغ هو عدد المنصابين لنعرف كم سيارة بدها تمشي، نوعية الإصابات كمان حكيناها إنه شو بهون، واقعين، واقف قلبهم، غابوا عن الوعي، احترقوا، شو إصابتهم، نوعية الإصابة، عددهم، المكان، كيف بدنا نوصلكم؟ كيف بدنا نوصلكم؟ في ناس بيقولوا لك نحن بناية صغاب رابع طابق، كخي طول بالك، ما أي شارع، ليش نحن بنعرف بناية صغاب رابع طابق؟ بدك تقلنا بأي شارع وحد شو؟ لأنه بناية صغاب رابع طابق شو بينزل المسعف بيقرأ البنايات كلها؟ بدك تقول له حد هالملحمة، حد هالسوبر ماركت، حد هالكنيسة، حد هال شو بيعرفني شي ريبير واضح للعين بدون ما ينزلوا من سيارتهم بيقدروا يقشعوا هالربتار. حنان أنا مع الأولاد اسألهم شو رأيهم ما بيعرفوا لأنه اليوم التليفون مزبوط صاروا الأولاد يتكلوا عليه كول مام كول مام كول داد كول داد سو كان في اكتيفيتي نعملها معهم انه نعمل الفاميلي بلان يلي هو
نحن عايشين عالم ممكن يكون فيه يقولوا ناتشورال بس نحن عايشين ببلد فيه مان ميد يعني كان وقتها بزماناتنا كثير انفجارات او يصير اكسيدنت او شو ما يصير عرفتي يبقى الانسان مزروب وما بده يجي عند اهله ما قادر سكنت الطريق وين لازم يروح سو هيدول كمان نشتغل عليهم وهيدول كثير مهمين انه الاهل يقعدوا بشي سهره يناقشوا مع اولادهم يلعبوا هاللعبه يسالوهم اذا بيعرفوا ارقامهم ارقام اصحابهم ادريساتهم لانه نحن لبنان عنا منا مشفر يعني ما في عنا ارقام الشوارع ولا ارقام القاطع ليه وزبي معك حق 100% ويمكن نحن كمان قلناه باول حلقه اذا بتذكري قلنا لهم بقلب البوشات قبل التليفون حطوا رقم شخص نتصل فيه مش تتكلوا على التليفون لانه بالحوادث اللي بتصير فيه التليفون يطير يا بيطير بالاكسيدان يا بينسرق كثير هينه لانه كذا واحد بيجي يتفرج على الحادث وفيه يمد ايده وياخذ حيالله شيء من السياره او عن الطريق يعني مش ضروري نكون بقلب السياره بنكون على الطريق ضربتنا سيارة كنا بمول وقعنا غبنا عن الوعي يكون في ريفيرنس لأنه التليفون أو بلوس عم نحط له كود يعني هن إذا بدهم يفتحوا ليتلفنوا أنه ابنكم غيب عن الوعي بهالمطرح ما بيقدروا ما في لكل مام ولكل داد في أنه ما في ريفيرنس من هيك بدها وقت الصليب الاحمر طلعوا الكود الاي سي اي ان كيس اوف ايمرجنسي داد ان كيس اوف ايمرجنسي مام طب طريقه من الطرق يقدروا هنا يدخلوا لهم ما بعرف شو هي ايه اكيد نحن رح يكون عندنا المره الجايه شو بدكم عندنا مره ثانيه بديع ايه المره الجايه اكيد بدنا نحكي عن الاختناق يعني شخص اختنق هيدي نوعدهم فيها بس أنا اليوم بدي ألفت النظر بدي أختم معك بشي كتير أول شيء حضرت مسيو الصيفي دكتور الصيفي عن الووتر وعن البلاستيك وعن الانفيرونمان أنتوني أوبا بقى هون بدي أقولهم للناس بليز لأنه من بعد أنتوني رحت مطرح وشفت قديش في جالونات ماي وقديش في قنانه وقديش في خبار مكبوبه ببراميل النفايات. أنتوني كان كتير مهذب بالحلقه. انا مش رح كون مهذبه. انا بالبيت بعمل ريسيكلاج للقنانه وكل شيء بلاستيك. صحيح هلا انا بعرف مطرح باخذهم عليه بس انا بقول للناس اللي ما بيعرفوا وين بدهم ياخذوهم على القليل يعبوهم لحالهم. ففي حال فرزت النفايات بمطرح من المطارح يا جماعة يكون هين سحبهم لحالهم وبقلكم إنه البوشون تبع القنانة عايزينهم بأركانسيال نحن بنعمل فيهم بالأركانسيال كراسي للأولاد المقعدة بليز جمعون مش كتير صعب إنه نحط كيس في كل زبلتنا وكيس الثاني في البلاستيك كل البلاستيك فرد كيس وتركوهم حطوهم بالزبالة بس بكيس تقوموا إذا انفرزوا يكون هين ثاني شغلة شفتها بزيت النهار وكتير زعلت شفت كتير ناس عم بيشيلوا من النفايات من مكعبات النفايات عم بيشيلوا التياب هون بدي اتوجه بنداء للناس مش بس على البلاستيك إذا عم بتكبوا تياب إذا عم تكبوا شوز، إذا عم بتكبوا أدوات منزلية زهقتوا منها، ملاقوا شوك وما بعرف شو. بليز بليز مش مع نفايات البيت، مش مع الرولوت ولات، بليز حطوهم بكيس لحالهم حد مكعبات. إذا ما عندكم الهمة إنه تودوهم لأنه بكل ضيعة بالكنيسة، بمجمعات خيرية بياخدوهم. بس مش ضروري الناس تنبش بمكعبات النفايات لتسحبهم بليز حطوهم حدهم بكيس بكرتونة تيقدر هالشخص يمرق يخدهم ويدلوا رايح هاي الشغلتين منكون نحن عم نساعد بلدنا عن جد بشغلتين كتير هينين
نحن بدنا نحن تيجينا انسر عندي هو زيرو زيرو وي زيرو ويست يس بعرفه انا منه جواب انت بيقدر يطلع ونعمل حل بس على التدوير تدوير بلاستيك في عنا بلديات مزبوط يلي هي بمرد حول ثلاثة لا شيء كثير متقدم بالتدوير فنحن بدنا كل على هذا الموضوع ان شاء الله كمان بيكون موجود بالحلقه بس هدول كثير مهمين لانه اذا ما حطينا ايدينا مع بعضنا ما رح نقدر نوصل لا لا ما حدا وحده بيقلع ما حدا انا مثل ما انا حضرت اوبا وتعلمت وشفت ضروري كل واحد يتعلم شو ما كان عمره واللي بيقول انا بعرف كل شيء سوري يعني عليه لا قلت لك مسيو اوبا كان كثير مهذب وكثير عن جد هيك بس انا بقول له قويلهم العيار لانه البلاستيك خانوق للحيوانات وللطبيعه وللبشريه وما بيدوب بالاف السنين بليز رجاء وكلنا عم نشرب قنانه والبشون عايزينها للمعاقين ولا بدهم كراسي نترجاكم عبوهم للبشون بكيس ما بتعرفوا وين يبعثوا لك اياهم يبعثوا لي اياهم انا مستعده اوصلهم بس ما بقى نكب زباله كله مع بعضه مش مسموح لكن انا فمنضل نجمع بياخذهم بعد عنا شيء نحن خلص نسكر معك لجمعة الجوال يا أهلا إيه على سمين بروشين مرسي كتير وإن شاء الله ما بنعتذر بس كتير ضروري نضل معنا وفي نقاط كتير مهمة صغيرة ممكن نعملها نخلص حياة إنسان نكون بنعرف أو ما بنعرف بس صدقوني ببلشوا بالأرقام يلي لازم يكون حافظينا يلي هن 140 سنة أحمر 125 دفاع مدني 112 و1745 للحالة الطارئة للتعني وباقي فيما بقى كونوا قادرين يكونوا واعيين داخلين على الصدمات فيكم بعدين تقعدوا تنفسوا وتشربوا فنجان قهوه بس صدقوني لما تلاقوا حد جاري هيدي اكثر شيء ممكن تعملوه بالدنيا مهم وميرسي كثير وان شاء الله ما بتعوزوا شيء غير بس المعرفه نستفيد منها ميرسي الك حنان ومثل ما قلنا لك يلا باي 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 باي